ما هو أسلوب الحياة التي لو عاش بها العبد لنجا عند لقاء ربه وفاز؟ أسلوب الحياة الذي يسعد به الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى هو الحياة المبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى، والسير على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال، والالتزام بآداب الشريعة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطيب الحياة إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تطيب به الحياة الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هناك مؤثر بل مؤثرات تؤثر على هذا الأسلوب القيم، فما هو توجيه فضيلتكم للناس تجاه هذا؟ ما معنى تؤثر؟ تؤثر سلبا. نعم، يعني تؤثر يعني تضعف هذا الشيء. نعم، هذا شيء واقع، هو أن المؤمن قد يعتريه شيء من الغفلة ومن النقص في دينه وهذا بسبب الذنوب والمعاصي. فلا شك أن المعاصي والمخالفات تؤثر على دين المسلم، لأن هذا الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: والذين آمنوا قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الطاعات تزيد الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان، فيجب على المسلم أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يترك معصية الله، وإذا وقع في معصية عليه أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال سبحانه وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا شك أن الإنسان عرضة للخطأ وعرضة لوقوع المعاصي والذنوب، ولكن والحمد لله باب التوبة مفتوح، فيتوب الإنسان إلى ربه ويكثر من الحسنات وبذلك تزول سيئاته بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قد يبتلى الإنسان بمجتمع لا يقيم بهذه القيم وزنا، هل من كذب؟ نعم، لا شك أن الجليس يؤثر على جليسه إما خيرا وإما شرا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافة الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه أو تجد منه رائحة خبيثة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا شك أن المجالسة والمخالطة مؤثران على المجالس والمخالط بحسب نوعية الجلسة. قد قال الشاعر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، وكل قرين المقارن يقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا شك أن الجلساء له تأثير على الجليس إما بخير وإما بشر، فعلى المسلم أن يختار الجلساء الصالحين وأن يبتعد كل البعد عن جلساء السوء، لأنهم يؤثرون على مجالسهم ويجرونه إلى الوقوع بما وقعوا فيه من السوء. وهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، خصوصا إذا كثرت الفتن وكثرت المؤثرات وكثر أهل الشر، يجب أن يكون المسلم على حذر من دينه كما يكون على حذر على ماله لو كان في مجتمع لصوص، فإنه يخشى على ماله ويخاف عليه ويحافظ عليه، والدين أولى بالمحافظة وأولى بالاحتفاظ به من الضياع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.